متتبعين قناة عبير، سي الزاهر معنا غيعطينا من ضمن المشاكل اللي كيعيشوها حمامات مدينة فاس. تفضل. شكرا للقناة الصحفية ولا الإعلامية، وأنا سعيد جدا أننا باش تعطيونا هذه الفرصة باش نعبروا لكم على معاناة جمعية أرباب الحمامات في مدينة فاس، حيت من 24 يونيو إلى يومنا هذا من ترفع الحشد على جميع الحمامات في المغرب، البهاليل، عين تاوشطات، صفرو، تاونات، المهايا، كل هاتي المدن الصغيرة اللي ما كتوازيش حتى واحد نسبة مئوية في مدينة فاس حالة، والمواطن الفاسي أصبح مرغما باش يركب أو ياخذ الرخصة من الداخلية، لأن ممنوع الانتقال من مدينة لمدينة باش يمشي يدير الحمام باش يتحمم هو وليداته في البهاليل أو صفرو يعاود يرجع. اللهم هذا لا منكر. القطاع صافي مشى نضات، راه كاين الافلاس وكاين الفلس التام، لا الملاكه ولا الخدامه مساكن الكياسه والطيابات اللي باعوا حوايجهم باش ياكلوا، كاين اللي ما عيطش ولادهم ما لقاوش باش يشريو الادوات، ما لقاوش باش يدخلوهم للمدرسه. والله الا وضعيه كارثيه. احنا اليوم كنستنجو صاحب الجلاله وبالمناسبه والمناسبه تشرف افتتاح البرلمان والخطاب ديالو السامي اللي من جديد اكد فيه بضرورة استماع للمواطنين وفك العزلة عن المواطنين ورفع الفقر والحيف عن المواطنين. حنا كنقولوا ومحمدا وملكا، راه أرباب الحمامات والمستخدمين ديالهم يستنجدون بك يا ملك، يستنجدون بك يا ملك البلاد، يستنجدون بك يا ملك الضعفاء والفقراء. يعني كاين مصاريف، كاين ديسارج عليكم بالنسبة للحمامات. الضرائب طالعة. لا 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 الحمام الا كان مجدود راه كيرشه، لان فيه الملحه باش كيسخنوا داك الشيء وهذاك، بالتالي راه ملي كيتشد راه كيرشه. وحنا في 24 ملي قالوا لنا غتحلوا صلحنا الحمامات كلها تصلحات، وداك الفلوس اللي كان عندنا كلنا خسرنا في الاصلاح على اساس اننا غنفتحوا وغنوليو ندخلوا، مع الاسف عاود رجعوا وقالوا لنا بلاش ما غاديش تحلوا الحمامات تستنى. حنا الى يومنا هذا مازال كنتظر، درنا لقاء يوم الاربعاء مع السيد الوالي واللي حنا كنلتمسوا منه انه صيفطوا رئيس لجنة اليقظة أنه يعجل بالفتح ديال الحمامات، خصوصا وأن الحمامات دوك الحمامات التركية راها مفتوحة وما كاين حتى شي فرق ما بين الحمامات التركية والحمامات التقليدية اللي هي موروث حضاري ديال مدينة فاس وديال المدن التقليدية في المغرب. يعني بالنسبة كاين شي تدخل السيد العمدة مدينة فاس؟ لا، طلبنا لقاء مع السيد العمدة وتلقاو به بعض الإخوان، ولكن إلى يومنا هذا مازال ما دار والو. حنا كنلتمسوا منه بصفته برلماني مدينة فاس انه باش ينوض يقوم بواحد البادرة بمعية مع جميع البرلمانيين ديال المدينة. حنا شفنا البرلمانيين ديال حزب الاستقلال، شفنا البرلمانيين ديال التجمع الوطني للأحرار، وربطنا اتصال مع السي العفو ديال الحركة الشعبية، وكنتمناو على أن الوحدات البرلمانيين ديال مدينة فاس دير واحد الوحدة وتدافع على مدينة فاس وعلى الملاكة وعلى الاستثمار، لأن أرباب الحمامات راهم مستثمرين قبل كل شيء، وراه كيعطي واحد الصوره قبيحه للاستثمار على برا من الناس اللي غيجيو يستثمروا في مدينه فاس. كاين اللي كيعيشوا الحمامات في مدينه فاس بحكم العاملين، شنو الاجراء اللي خداو؟ خداو شي دعم؟ كان شي مساعدات ولا ما كاين حتى حاجه؟ اولا هذوك المستخدمين كاين الكياسه والطيابات اللي هما كيخدموا على حسابهم، ما يمكنناش نصرحوا بهم لانهم كيخدموا عندهم العلاقه ديالهم بالزبناء، وهذاك الجوج خدام اللي كيكونوا خدامين معنا هذوك كاين اللي استافد، ولكن ما دون ذلك اذا كانوا جوج خدام كيخدم 20 ولا 30 على حساب الكبر ديال الخدام على حساب هذا، راه ما استافدوا حتى شي حاجه. اللهم بعد الاستثناءات وذوك القفه اللي كانوا كيفرقوها القياد والمقدمين هي اللي استافدوا فيها على الاقل. الحمامات اللي تقاصوا فيهم ناس بالوباء خلال مناطق خارج مدينه فاس، هذا لهذا باش الوالي السيد الوالي موقف ممكن الحمامات في مدينه فاس. شكرا، هذا اجراء احترازي، حنا كنشكروا السيد الوالي وهذه مسؤوليته بالدرجه الاولى، ولكن حسب الاحصائيات وحسب البلاغات اليوميه ديال مديريه الاوبئه الوطنيه لم يتم تسجيل ولو حاله واحده في ايام في اي حمام في تراب المملكه من طنجه للقويره، وان الحمامات كلهم دايرين ذاك الشروط اللي فرضتنا علينا المندوبيه ديال الصحه الجهويه في كل مدينه، واننا دايرين التباعد ودايرين المواد ديال احتياطات احترازيه. نعم، احتياطات احترازيه بالتعقيم بالتعقيم
التباعد بكل شيء، بالواحد الروجستريال ديال الحضور ديال اللي غيدخل يتاعم بالعدد 50%، كل الاجراءات خديناها. يعني مستعدين انتم لهذ المسائل داخل مدينه فاس؟ مستعدين باش نخدموا وفق الشروط اللي كتفرضها علينا المديريه الجهويه للصحه واللجنات اليقظه الولائيه اللي كيترأسها السيد الوالي. ولكن نظرا قال لك تلقوا بعض الدواش، تلقوا حاليا؟ لا حقيقه احنا في هذه الايام السيد الوالي راه قلنا الدواش الان، ولكن الدواش راه كتعرف اغلبيه المغاربه راه ما كيمشيوش للدواش، لانه وثانيا الدوش راه مع الحمام، وراه الدوش واخا نخلصوه ب 1000 ريال الواحد راه ما يخرجناش، لانه كنطلقوا الحمام كامل بالسخونيه ديالو بالماء ديالو بالبرم ديالو بكل شيء باش يدخلوا 10 ولا 12 ديال الدواش في النهار، وهذا علاش حنا حلينا، واما واخا كان عندنا فيه الخطيه اي باش نبينوا للسيد الوالي على حسن النيه ديالنا وعلى ان الحمامات وارباب الحمامات هم مقاوله وطنيه ومواطنه ومستعده تساهم في الاقتصاد الوطني واخا بالخطيه. الوطنيه الحمامات ساهمات في الصندوق ديال كورونا ب 25 مليون، يعني كنساهموا في كل ما هو يساهم في بناء الوطن والمواطنين. شنو الرساله اللي تبغي توجه للجهه المسؤوله خلال الانطلاقه ديال الحمامات في مدينه فاس؟ شنو؟ ولا كنلتمس منهم غير بالمناسبه بالخطاب الملكي اللي راه قال يا ودي راه كنطلب من جميع المسؤولين باش يديروا المواطنين روحنا اعينهم ويحلوا لهم جميع المشاكل، ان الساده المسؤولين ديال مدينه فاس يشوفوا لنا من الجانب الانساني، ان هذا القطاع راه تدمر وهذوك الخدامه ديالو وهذوك كلهم تدمروا وكل شيء كيسعوا راه حوايجهم باعوا، راه ما بقى لنا الا نمشيو حتى حنايا لباب الولايه ونعسوا تما ما بقى لنا ما نديروا. شكرا.